بس عايز اسالك في حاجه هي بعيده شويه عن اللي احنا بنتكلم فيه والانظمه الغذائيه، بس عشان حضرتك ذكرتيها مرتين فده اثار التساؤل ده جوايا، واعتقد ناس كتير جدا ممكن تهتم بالاجابه على السؤال ده. موضوع الباتشز بتاعه تبطيل التدخين، بنسمع من ناس كتير ان هي لا مش عامله شغل، ودي لا اي كلام، واشتغاله وحاجات زي كده. الى اي درجه هي فعلا فعاله؟ لا هي مش اشتغاله خالص. بص الناس اللي بتقول كده هم غالبا من جوه مش قادرين يبطلوا، لان هي طبعا بتدي نسب نيكوتين اقل من السجاير. يعني بتمنع رغبه الواحد في انه يولع سيجاره؟ لا مش بتمنعها. مش بص ما فيش حاجه بتلعب في الاراده، الاراده دي من جوانا. هي بتعمل زي ما قلت لك، يعني بتخليك ان انا ما عنديش الصداع الرهيب اما بطل مره واحده. ما ينفعش ابقى بدخن نيكوتين، يعني عنصر مساعد لكن ما فيش حاجه سواء في دايت سواء في نيكوتين سواء اي حاجه بتغير رغبه البني ادم غير نفسه من جوه او ارادته. دي من جوانا احنا، ملهاش اي علاقه باي دواء ولا اي حاجه. حتى اللي عنده اكتئاب وياخد مضادات اكتئاب، لو هو من جواه مش عايز يساعد نفسه عمره ما الاكتئاب بيروح. تلاقي ناس كتير جدا بتاخد مضادات اكتئاب ومكتئبه اكتر، بيساعدش نفسه. فلازم نساعد نفسنا في اي حاجه محتاجه اراده في الدنيا، وده اللي انا بحبها على طول بصراحه.